حساب اللهم ارحم والدي، يقول أو تقول: من أراد العمرة ولم تتيسر له من سنوات، هل دليل ذلك أن الله منعه بسبب ذنوبه؟ أولا، أن الإنسان لا يجوز أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عاقبه أو أنه منعه بسبب ذنوبه أو أن الله عاقب فلانا بسبب ذنبه أو عاقب أمة بسبب معاصيها في المعين. صحيح، في المعين، في المعين. ولكن الأمم السابقة الله عز وجل عاقب، وفي الأمم اللاحقة والتي ستأتي أن الله عز وجل ذكر أنه يعاقب ويقع الله عز وجل منه عقوبة. لكن أن يسقط على بعض الحالات أن هي عقوبة الله التي أخبر عنها، لا، هذا لا يجوز، لا سيما على لا على نفسه ولا على الأشخاص ولا على الأمم. هو لا يدري لماذا الله عز وجل ابتلاهم بهذه البلوى، لا يدري. نعم، كثير ما يكون عقوبة من الله عز وجل، لكن هذا في علم الله، كيف يجزم وكيف يفتات على الله عز وجل وكيف أيضا يفتات على خلقه بذلك، هذا لا يجوز. ولكن هناك حالة ثالثة، وهي أنه يرجو ويخاف، يرجو أن الله عز وجل قد رحمه، يرجو أن الله عز وجل، ويخاف أن الله عز وجل قد منعه كما قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالإنسان قد يمنع فعلا من الخير بتثبيط من الله عز وجل بسبب ذنوبه هو، ولكن لا يجوز في الحالة المعينة أن يصيبه القنوط قال أن الله عز وجل منعني من ذلك. هذا عدوان على حق الله عز وجل. تألي. ولكن هو يعلم أن الله يمنع وأن الله يثبط بسبب الذنوب، فيخشى أن يكون من هؤلاء فيحذر ويحتاط ويفعل العبادات والطاعات ويستغفر ويتعاهد نفسه. هذا هو المقصود.